بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن كثير من البحوث والمكتوبات تجمع على فوائد الصيام الصحية، ولكن ما بالنا نجد كثير من الناس تعاني في شهر رمضان من الكسل والخمول ومشاكل في الجهاز الهضمي كآلام المعدة وعسر الهضم والقولون، كما نجد كذلك من يعاني من القلق والتوتر وسرعة الغضب. فأين المشكل؟ وما السبيل حتى نغنم فرصة رمضان لتجويد صحتنا؟ للإجابة سنطرح سؤالين اثنين: أولا، ماذا يعني لك مبدأ الصحة؟ ثانيا، صحتك من المسؤول عنها؟ عادة عندما تذكر الصحة نفكر في الصحة الجسدية والنفسية، ولكن الصحة لها تعريف أشمل ومختلف عن تصورنا. فالصحة كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حالة من المعافاة الكاملة جسديا واجتماعيا ونفسيا، لا مجرد انتفاء المرض. ونقصد بالصحة النفسية الشعور بالرضا وتحقيق الذات والقدرة على إدارة القلق والضغوط والصمود في مواجهة صعوبات الحياة. إذن الصحة لها أبعاد عدة: جسدية، شعورية، اجتماعية، روحانية، بيئية ومهنية. ثانيا، هل تعد الصحة نتاجا لمحددات اجتماعية تؤثر سلبا وإيجابا في تبني أنماط حياة مختلفة، أم أنها محصلة لخيارات يتخذها الإنسان وفقا لقراره الفردي المجرد بمنأى عن أي مؤثرات خارجية؟ الجواب هو إن الصحة هي نتيجة للتأثيرات البيئية التي تتفاعل مع الخصائص الفردية، كما أن العلم الحديث جاء بما يسمى ما فوق الجينات، أي إبيجينيتيك، ليكشف لنا أننا لسنا أسرى جيناتنا، بل إن طريقة حياتنا واختياراتنا هي التي تتحكم في جيناتنا، مما يؤدي إلى الصحة أو المرض. بمعنى كيف نأكل، كيف نشرب، بل وحتى كيف نشعر، بل كل جزئية من حياتنا من قول وفعل ومشاعر ينتج عنه الصحة أو المرض. فإذا الجواب على السؤالين السابقين: الصحة هي طريقة ومنهاج حياة لها أبعاد عديدة، وللمحافظة أو المحاولة للحفاظ على كل هذه الأبعاد في وقت واحد ليس بالأمر السهل، وقد يكون شيئا غير واقعي بالمرة، وقد تشعر بالفشل في محاولة الاعتناء بجميع الأبعاد في وقت واحد ويوميا. لكن رمضان الكريم المبارك يعينك على كل هذا، شرط أن تكون واعيا بكل ما سبق، وأنك أنت المسؤول الأول على القرارات التي تتخذ بخصوص صحتك. رمضان فرصة لتجويد جميع هذه الجوانب. نأخذ مثلا من الناحية الجسدية، نجد أن مبدأ الصيام والتقليل من السعرات الحرارية دون تفريط في المكونات الغذائية يقي من أمراض السمنة والضغط الدموي. فحسب الأبحاث العلمية، الإقلال من كمية الأكل ب40% قد يطيل من عمرك 20 سنة. ومن الناحية النفسية، شهر رمضان شهر للتحكم في الغضب. أراد الله سبحانه وتعالى من شهر الخير والبركات أن يكون معسكرا تدريبيا للتغيير، ليكون الفرد بعد رمضان خيرا مما كان قبله، فلا يقول بعد رمضان لماذا لم أتغير. وإلا فإن حكمة الصيام لن تتحقق إلا إذا دخل قلوبنا فحررها وجعلها ألين للطاعة وأكثر خشية وتقوى، واستعان بجسد يقوى على العبادة. سؤال ثالث: كيف أتعلم وأستفيد من رمضان لأضبط استهلاكي وأكلي وانفعالاتي؟ رمضان فرصة حقيقية للتغيير بامتياز، فهو معسكر تدريبي عملي، ولكن ذلك يتطلب قرارا وعزما واستعانة بالله وصدقا في الطلب، ويقتضي اتباع خطة صحية شخصية. تبدأ هذه الخطة وأثناءها وبعدها بالنية الصادقة للتغيير من واقع إلى حال أحسن منه، بنية الوصول إلى الهدف هو التقوى. ثم أتسلح بالمعرفة السليمة والقناعة بأنني سأتغير إلى الأحسن. قلت المعرفة السليمة لأن السلوك يرتبط بالمعرفة، فإذا كانت لنا معرفة خاطئة أو مشوهة نتاج موروث خاطئ، فالاستجابة تكون مشوهة. فنقتنع أن رمضان شهر الإنتاج وشهر الهدوء وشهر السكينة وشهر التقلل واللائحة طويلة، وأننا سنسأل عن مأكلنا ومشربنا. فمن الأربع التي سيسأل عنها المرء عن جسده فيما أبلاه. بعد ذلك نتأمل ونتفحص في ذواتنا للتشخيص، فأجرد العادات، حسنة كانت أو سيئة،
في مأكلي ومشربي ومعاملاتي مع الناس، فأرتب هذه العادات، الحسنة منها أقويها وأجودها، والسيئة منها أحاول التخلص منها والتغلب عليها. فحسب قانون العادات 27 يوما تكفي لاكتساب أو التخلص من عادة ما، مع التأكيد على أن الخطة تكون شخصية بأهدافنا الشخصية وبتدرج، لا نستنسخ خطط وأهداف الآخرين من أبسط الأمور إلى معاليها، من مائدة الإفطار أو حتى التربوية منها، كي لا نرفع سقف توقعاتنا فنصاب بالإحباط، مع عدم إغفال أو الاستهانة بالجوانب المتكاملة كصلة الأرحام والامتنان للآخرين والجانب المهني كل حسب قدرته وتخصصه، مع مراعاة أوقات التنفيذ دون إغفال العبادات الغير المجيدة كالتأمل والتدريب على الاسترخاء والهدوء. فلقد أثبتت الدراسات العلمية أن القلق والتوتر يمكن التخفيف منهم ومعالجتهم بالاسترخاء والتأمل، وهذا نجده في الذكر والصلاة وقراءة القرآن. شهر رمضان معسكر تدريبي بامتياز للتهذيب السلوكي والشحذ النفسي مما يوصلنا إلى رضا وتقوى الله. وهذا المعسكر له أدوات نستعين بها ونتقوى بها لما بعد رمضان، كمؤسسة المسجد، الصحبة الصالحة والأصدقاء. فلقد أثبتت الدراسات العلمية أن التدين في وسط اجتماعي هو فعال في الوقاية من بعض الأمراض النفسية كالاكتئاب، كما يقي الشباب من الإدمان. رمضان شهر المحبة والامتنان والعطاء والإحساس بالآخر، وهذه الأمور القلبية الوجدانية لها أثر واضح وإيجابي على الصحة. فهرمون الأوكسيتوسين يفرز، وهو هرمون الحب الذي يقلل من تأثير الهرمونات الضارة، كما كذلك تفرز هرمونات أخرى فعالة كالأندروفين باعث للرضا والنشوة. شهر رمضان وصيامه فرصة كبيرة للمسلمين لتعزيز قدراتهم للتحكم في ذواتهم وضبط أنفسهم، الأمر الذي يعود بالفوائد الإيجابية المتعددة. شهر رمضان وصيامه فرصة كبيرة للمسلمين لتعزيز قدراتهم في التحكم في ذواتهم وضبط أنفسهم، فمثل تحسين قدرة الفرد على تحمل ضغوط الحياة وتحسين فرص النجاح، ويشكل فرصة لتقوية وتعزيز الروابط الاجتماعية وتقوية العلاقات الشخصية، مما يعود على النفع على نفسة الأفراد أنفسهم والحد من الانغلاق على الذات وما ينتج عنه من قلق وعزلة. وأخيرا، الصوم هو ترك وكبح للرغبات لفترة من الزمن وضبط للنفس ومحاولة التحكم بها، فقدرة الفرد على تأخير إشباع رغباته وشهواته تعد واحدة من أكبر المؤشرات على النجاح. فأن تستطيع التخلص من رغبة الإشباع الفوري يساعدك على سد الفجوة والثغرة بين ما أنت عليه حاليا وبين ما تريد أن تكون عليه. والسلام عليكم ورحمة الله، مع متمنياتي لكم بموفور الصحة والعافية.